بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، فما زلنا في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو الدرس أو الحلقة 22 من سلسلة دروس وحلقات السيرة النبوية، ويكون الحديث فيها عن العهد المدني. إنه إسلام نا إيمان وندمناه توجي سل النبي عليه الصلاة والسلام سيرة بتكتاتا يمن الملكة تبت هاي هو التنيا وكفل لاي نقن يعلن زي هاي هو التنيا وكفل يمنا وراو نبي صلى الله عليه وسلم بمدينة جزي وسط من أين تي وتسلف والي ميلونا يسلفنا نقريه تاريخا تاريخ علماء سياس كمتوت له لا تكفلون ياس كمتوت العهد المكي والعهد المدني يمكا جزينا بمكا جزي يسلفت وقتنا عند زيهم دمو يمدينا زمن بمالت له لا تكفلون نعلن نا يمكاون كم لا قدل يتوسنوا أبيهن نتبوشن إيه داسسن أنه زي لا يدرسنا نبي عليه الصلاة والسلام تسدوال سجت مالت من عندهنا جمج الرشايت النبر يقومنا أهون دقمو كيهولتن ياو يسيرا إركن انجمرا لن ألا وهو العهد المدني بمدينة يمدينة وهوات يمدينة وقزينة وقت بلن النيو بزيه قزي نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا مسرتو أتشو ويهم دمو يسرو أتشو أبي نقروج سوس نقروج ناتشو مدينة هوات وسط قوله هنو متايوت يمجمراو بناء المسجد النبوي تلكون حار مدينة يميقنيون يا نبي صلى الله عليه وسلم مسجد مقنباتنا ولتنياو يسرد بتعام تعلقنا تاريخا ويسرا المؤاخات بين المسلمين بمسلموش مكاكل ليت على تاريخ كذي بفيت ما يتاوق تسمتم ما تايتو بما يتاوق ملكو ليت على وندم ماما جنتن بسباوينتن ما مسرت نبر سوستنياو الإذن بالقتال الله اندي واقو قلي كذي بفيت انداس هلفنو جيهاد ويمواقات كتالات قار كل نبر مسلموش لاي هيلاتو بدك كمان ساعات مكة بنبرو بس ساعات تكل كلاوان مكنياتهم ያለው ተጽኖ ከባድ ስለነበረ ማለት ነው መዲና ከገቡ በኋላ ግን አገር ካመቻቹ በኋላ ግን ነገሮቹ ሁሉ ከተስተካከሉ በኋላ እንዲው ጣላቶቻቸውን ከዳዕዋ ማልፈው በኃይለም ይሁን በመሳሰሉት መመከትና መከላከል እንዲችሉ የሚመደርስባቸውን ጥቃት ሌሎችንም ደግሞ ስርዓት ማስያዝ እንዲችሉ ጦርነት ወይም ደግሞ ጂሃድ መፈቀዱን በተመለከተ የምናስተውለው እነዚህ አብይ ነገሮች ናቸው በአልዓህድ አልመደኒ ውስጥ ያለፉት النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رسول عليه الصلاة والسلام مدينة لي نبرات شوهيوات من دنة بزيه قريح كفل لما تقسم مجمرا لمكركوت نتحدث عن الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة لك مدينة سيدرسو يسروات شاء أبي يسروات من دنة شو كذا قطلو سلزمت شوهيوات السرايا والغزوات تلالك أننا تنانش من لستنيا زمت شوهيوات بتملكتنا لن بمج الرشام وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام يين آخرات سنابتو دنيا تسنابتو مالتينو ودى الله سلم الشاقرات شو إن أعلن العهد المدني قريه مدينة بمدينة آمت وست يلو حقيقة هي إلى السناي كمكاو بزوم اللي يبات شو نقروا تشالو قل بات ياقين يبات عند النت بتعمل يتنكر بات يعني يراسات شو مولو واستدادر مالت الشالال ياقين يبات مولو هاي ياقين يبات قزينة طبعا ما نن يوم مسلم بدعوة هي هيدة وست علماء وشن دميلوت النزين هلت مرحلة وش قمت وست أسقبتون مقوازي اللبت عنداندي أنت مسلم إنيا من نوربت هيوت من اللي هوني تلال رسول صلى الله عليه وسلم الناس صحابوش بمكة سلفوت يدعوة هيوتي هنا بمستر دعوة يمدرقو كسبلو يمرامدو
በጣም በተረጋጋ መልኩ ጠንካራዎቹ ሊወጡ ይችላሉ ፊት ለፊት ዳዋ ያደርጋሉ እጅ ሚሰነዘርበት ሁኔታ የለም የጉልበት ጊዜ አይደለም ሰዎችን በቀስ ይያሉ ችግራቸውን የሚያደርሱትን ተጽኖ ተቋቁሞ ዳዋውን ማሰራጨትና ቀስ በቀስ መሄድ ነው ይሆነው ብዙ ጉልበት ማሳየት ብዙ መጮህ የማይቻልበት ሁኔታ ይኖራል የዛን ጊዜ አላህን አዘ ወጀል እንዲፈሩና አላህን እንዲገዙ ብቻ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ወደ ኃይል ሲገኝ የራስ አስተዳደር ሲገኝ ራስን በትክክል ማቋቋም ሲቻልና የራስን ኃይል ማጠራቀም ሲቻል የራስ አገር ሲኖር ያለው ሂደት ይለያል ከዛኛው በጣም የተለየ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ እንደ ህይወት ታሪክ ብቻ ተዝናንቶበት የሚያልፍበት መሆን የለበትም የሚያሳዝነውን አዝኖ የሚያሳዝነው ላይ ከንፈሩን መጥቶ የሚያሳዝነው ላይ የሚያናደው ላይ ጥርሱን ነክሶ የሚያስደስተው ላይ አይዲብ እንዴት ደስ የሚል ህይወት ነበር ይያለ ብቻ እንዲያልፍ አይደለም የሚፈልገው ከሲራዋን ነው ቁም ነገሩ ታሪኩን ከማወቅ ባሻገር ማንነትን ማወቅ ነው እስልምናን ማወቅ ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ህይወት ማወቅ ነው የዳዕዋ ሂደትን ማወቅ ነው እንዴት መኖር እንዳለብንም ጭምር ይህ ህይወት ይሰጠናል ይህ ሲራ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ይህን ታሪክ ያስተምረናል طبعا ታሪክ ትምህርት ነው ታሪክን መሰረት አድርጎ ያልተማረ ሰው ያልተጠቀመ ሰው ምንም አይነት ለውጥ በህይወቱ ውስጥ ሊያገኝ አይችልም ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ስለ ነቢያቶች ህይወት ታሪክ ጠቅሶ ምንድነው ያለው ان في قصصهم لعبره የነዚህ ነቢያቶች ታሪክ እኮ ለሰው ልጆች ግሳጼና ትምህርት ይሆናል ልብ ላላቸው አይምሮ ላላቸው ማስተዋል ለሚችሉ ሰው ግሳጼና ትምህርት ነው ለነሱ ቁም ነገር ነው ማለት ነው የኛም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራን ስናይ ይሄ ግምት ውስጥ መግባት መቻል አለበት መጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ ቢናኡል መስጂድ ነበዊ ነበር ብለና አወሉ ኹጥወቲን ኸጣሃ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عند مقدمه المدينه هي بناء المسجد النبوي مدينه اندمطو يمجمرا يسرو تاريخاوينا تالاق سرا من نبره مسجد مگنبات نبر مسجد بمسلمو هيوت وست تلق بوتا نو مسجد كليله مسلمو هيوتو يلم يمسلمو ماننتنا مننتو واغا يلهو سلازي يمجمرا ارمجا يوسد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد مگنبات نبره واختار له المكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم طيب بوتاو ييتي هون በምን አይነት መልኩ መገንባት አለበት የሚለውን በተመለከተ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገመላቸውን ይዘው መዲና ሲገቡ ምን ነበር ያሉት دعوها فانها مأمورة الله عز وجل ያባዘዛت መልኩ ነውና ምትጓዘው ተዋት አትንኳት አለ ስለዚህ ሄዳ የተንበረከከችበት ያረፈችበት ቦታ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድን የገነቡት فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه ገመላው የተንበረከከችበት ወይም ያረፈችበት ቦታ ለሁለት የቲሞች ቦታ ነበር ሁለት የቲም ልጆች አባታቸው የሞተባቸው ህፃናት ነበሩ የነሱ ቦታና ንብረት ነበር ይሄ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነሱ ገዙት واسهم في بنائه بنفسه በግንባታው ላይ ራሳቸው ተሳትፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فكان ينقل اللبن والحجاره طوبنا دينغاين እየተሸከሙ ራሳቸው ግንባታው ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ አድርገው ነበር اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر اياله يهن تنش بمطن صفا بمارق امام البخاري يتقصته يقول انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمته بمدينه الى ان يكفل نبر يعرفه تعالى في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف بنو عمر ابن عوف ميبالو من دروست أكابي سفر الزانة يعرفت رسول صلى الله عليه وسلم قال فأقام فيهم 14 ليلة أسرارات مشت أسلفوا الزا رسول عليه الصلاة والسلام أسرارات كان كذا ثم أرسل إلى ملئي بني النجار بني النجار قوسا تلالك سوتنا مريوت زند ملك تلاكو قالوا فجاءوا متقلدي سيوفهم نسو سيفات جون تاتكو متو قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله أهنهن قصة ساورة يتاينيال تزتا ومتو في اللفيت يتاينيال رسول صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر كسات جوغا هنو ተፈናጡ አብራቸው ይሄደ ከዛ በኋላ እነዚህ በኔ ነጃር መሪ የሚባሉ ትላልቅ ሰዎች በዙሪያቸው ከበዋቸው ሲጓዙ አሁን ድረስ ይታየኛል አለ حتى القى بفناء ابي ايوب ابي ايوب መንደር ላይ ደረሱ ይላል እዛ
قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة. صلاة بوقت بدرس بوتالي إزاي يسجنون برال ويصلي في مرابض الغنم في يلوت بقوت ميتا سربت برتوست يسجنون برال رسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمر ببناء المسجد مسجد اندي قنبات عززو أو أمر فأرسل إلى ملئ بني النجار لبني النجار قصوا اتشاهنم للنسو وللنسو ملك تلاكو فجاءوا متوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا يهي أتراتشهن واقعوا النقر ينتمنوا لنجنا لقزاتشهلو. قالوا لا والله ففتم لا نطلب ثمنه إلا الله يا الله من جانجيل إلى واقع فلق المال. قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب وكان فيه نخل نامن إلى الأنس بن مالك الزاوست ينبرون النقر كله لنقرات شهلة يا مشركوش قبر الزاوتا نبرا بعدو بوتاوش نبرو يتمر زاف نبرا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت يا مشركوش قبر عندي النساء أزاز الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالخراب فسوي تتبلا الشبوتا عندي استكاكل أدرقو وبالنخل فقطعت يتمر زافوش نبرو عندي قررتو أزازو كزاس فصف النخلة النخلة قبلة المسجد يا قررتو تنيا تامر زاف بقبلة وبكل درد دروت لال. قال وجعلوا عضادتين حجارة هلت ما تناكرادين جايوتين أدرقوا. قال فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون قطمي يقتموا دين جايان السكواتين تلالك دين جايوتين يان السوق انباتا ولا استواصوا أدرقوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبروا رسول ميالو قتم يتك أبابلو اندهلو نبال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة اللهوي ملكام يبالو ملكام هوت يتبالو يا آخرة هوتنو مهاجرو تشننا أنصارو تشن اللهوي يردى إيالو يتن يتك أبابلو كصحابوش كان رسول صلى الله عليه وسلم من الصحابوش يساتفو نبالا. ابن إسحاق من إلال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون يتارك سوتش النمي تكسوت إلى ابن إسحاق رسول كلثوم ابن هدم قاهلنا ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم ابن هدم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في منزل سعد بن خثيمة وذلك أنه كان عزبا لأهل له وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. سعد بن خثيمة يا سعد بن خثيمة بيت بالتدار ينبروا صحابوش ما عرف ينبرنا رسول عليه الصلاة والسلام كل ثم بيت يعرفون عرفوا كذابها لا سول لما قنيت سعد بن خيثمة قايهير ونبر أبو بكر الصديق حبيب بن إساف مبال سوزند نبر يعرفه علي بن أبي طالب كذي فيتن داس علفنا ورسول صلى الله عليه وسلم هجرة ودمني ناس يمتوا الزاو مكات الاوت بيتا تشاس كم توت نبري هيدوت كسوس كان بوهالا رسول صلى الله عليه وسلم ينبر باتشو دانا يتكمتو يادرا نبرتوش نبرو السن دان لما لسا كزاد الرسل باتش كسوس كان بوهالا متا رسول صلى الله عليه وسلم قباء سالفو عمرو بن عوف قوس علي يسنيو كان الزا سالفو ماك سنيو اروب حاموس كزابو هالا مسجد تشون جنبو وهو أول مسجد أسس على التقوى ذا قباء يالو يمسرتوت مسجد نبرا يا قباء مسجدنا بالله فرات شالا يتمسرتو يمجمرا مسجد السنة. ابن سيد الناس من إلان وأشرقت المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم رسول سمتو مدينة أشبركج ليت أشبركش قري مت بجوجت مت مت بقو سو سمتة يالله سميت هلاشنا منقعلنا عند زيا برال وسر السرور إلى القلوب بحلوله بها مدينة متو مسفراتو دستا ودسوت لب سرتو قبيلا. روينا من طريق ابن ماجه حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سلمة الضبعي حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال لما كان اليوم
الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء. لك رسول صلى الله عليه وسلم مدينة قبلت إلى أنس بن مالك مدينة هل منا أبرها هل منا. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء بتك أراني ويود آخر سيد الرسول صلى الله عليه وسلم هل من قرج ألمها إلى وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. لك قبرن جرسن قبرن جاتن اندار راقفن راساتن ساتن مكوتاتر أكاتن بكا أنا قوم بدم نفسنا برمن نقوازو إلى رضي الله عنه وارضاه. ابن خيثمة أهنم كان عن أنس من إلال شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مدينة رسول يقبو بتلت نبركوين فلم أرى يوما أحسن منه ولا أضوى كالزائلة يتشالبت عام يا برا يا مارك أن أي تشالك بهوته. والحديث رواه البخاري. وروى البخاري عن البراء بن عازم قال فلما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول سيمته يتدست تنياكل يا مدينة سويت دستا أي تشالك ملا. البراء بن عازم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذا نبيه صلى الله عليه وسلم بزي يمجمر يعني مدينه سيغبو يسروا السرا من الدنيا لنو بزي تعلق غزواچو مسجداتهم مجمبات نبر كتكبروا بعلاماتن لا يالو يتكبروا سوس مسجدات سوست ولتنياو مسجد هنا يا نبي صلى الله عليه وسلم مسجد كان المسجد النبوي هو الجامعة الذي تخرج منها الأبطال الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد بدعوة الإسلام. جقنوش يسوي اللب بلا إله إلا الله أنكواكتو يكفتوا صوت جقنوش من مركع مدرك ينبرو من مركع يونيفرستي ينبرو جامعة ينبرو كولج ينبرو ينبي صلى الله عليه وسلم مسجدنا. فلم تكن وظيفة المسجد مجرد مكان للصلوات الخمس يا مسجد يا سراد رشا عم الصلاة وقت بيتشاس قلو مكولة فنا مكمت أرلم ولكن كان مدرسة النبوة يا نبي صلى الله عليه وسلم تمرت بيت نبرة ومنارة العلم يا علم تعلق مدرك نبر. وكان المسجد هو البوتقة التي انصهرت فيها قلوب الصحابة وذاب فيها ما كان فيها من عصبيات وتمرد وتكبر عن باقي النات زرن النات يكفى يتساسات تلاتشان عملكاكت هلو يمام وابت يقلت ابت يا نبي صلى الله عليه وسلم مسجد نبر. وكان المسجد كير القلوب الذي أخرج ما فيها من شرك وحقد وحسد حتى صار الصحابة أبر الأمة أقواما وأعمقها علما وأقلها تكلفا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عبترون قروا تنمية وطعا وناف نبرة مسجد شرك كالبات شاوتا مكنينة تلاتشان ياوتا يصحابة وتلب كذابوا هلا مسجد تانسو تانسو من هنا لباتشو ترتو ترتو كلبوش هلو ملكام لب يتلك كواكو تلو يتلك وكتيا لاتشو متشنانك شريعو كززاتشو بلاي كززاتشو وشي ليلا نقر لي وسط قبتو تكلف وسط اما يقبو سوش نبرو يزيه مسجد ملكت يتتناككو أوان أذان مشروع هنا كتوسنا كزيبو هلا كذبوا على أمستو صلاة وقتهم بمجمراو آمت هجرة تدنققق صلاة هلهم هلتو لتركع نبر مستقروا ظهر عصرنا عشاء ظهر عصرنا عشاء هلتو لتركع تجمرنا أرادتونا مغرب عند ركع تجمر سوس ركع هنا كذبوا على رسول صلى الله عليه وسلم يمستو تشاتشون بيت بمسجدو باستقرابك كل جنبو بزي عينة ملكو يهين يا مسجد مسرتع تفسم مسجد بسول جوج سلزي من نيوم مسلم يهون اكابي كان له ما عرف سيفلق مجمع رميه ومسجد منورنا على منورنا
مسجد هيوتنا ونا مسجد يتقوى بوتنا مسجد يا الله فراتشا مشمت بتنا مسجد قران حديث متحفظ بتنا مسجد يا ايمان قرا مفنطق بتنا لمسجد ليوبوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستوال سلازي همنيام يانن بوتا نسطالن يتوحيد بوتا يسنه بوتا نونا الله عز وجل يوفقا لكل رضاه ليلته يسرعته ونسرع إن شاء الله بكتاي كفل الملكة تعلن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.